قصاجة خلاص شات فيها نسمة مسلمين شات 100 نسمة يعني السكان الأصليين كلهم رجعوا ولا لسه في لا لسه في ناس ما رجعت وين تشكلت لجنة تدعيم الاستقرار لمجلس محافظة حلب في أواخر عام 2015 اختصاص اللجنة هو المناطق التي تسيطر عليها داعش. نقوم بدراسة شاملة عن طريق الاستعانة بمستشارين محليين من تلك المناطق المسيطرة عليها من داعش. ندرس كل البنى التحتية والمجتمعية في تلك المدن والقرى والبلدات الصغيرة حتى. بعد هذه الدراسات نقوم بتجهيز المشاريع لهذه المدن في حال إن تحررت أن نكون مستطيعين على تلبية الخدمة بأسرع وقت ممكن بشيء يلبي أو يدعم الاستقرار بهذه المناطق. ثم المناطق التي تتحرر حديثا نقوم بجولات كشف كما نحن اليوم نقوم بجولة كشف على القرى المحررة بالقرب من مدينة الراعي. نتأكد من المعلومات، نتأكد من حالة الدمار في أثناء المعارك، ثم نقوم بتأكيد المشاريع التي سنقوم بها في هذه القرى وهذه المناطق. قمنا إلى الآن بعدة أعمال وفي قرية حور كليس هي القرية الأولى التي يعني عاد إليها السكان. نحن أحد أهدافنا هو عودة الاستقرار إلى القرى والبلدات حتى يعود السكان والمدنيين إلى هذه البلدات. نرى أي الأمور هي الأشد إلحاحاً وأكثر حاجة لها في المجتمع وفي القرية وفي البلدة نقوم بتأديتها بأسرع وقت ممكن. والله نحن اليوم هون نحن بضيعتنا، نحن ما نزحنا، إن شاء الله يفتحونا المدارس والكهرباء والمعونة تجينا والله يرزقنا ويرزق جميع العالمين، وإن شاء الله ما حدا بموت وإن شاء الله ما حدا يطلع من بيته. آمين.